وتخطيط 10-12 يراد منه نقل الفوضى إلى داخل بغداد. زعيم ميليشيا عصائب أهل الحق أحد الفصائل المنضوية في الحشد الشعبي يحذر من مخطط لنشر الفوضى في العاصمة العراقية الثلاثاء بالتزامن مع الدعوات لتظاهرات حاشدة. الخزعلي قال إن جهات لم يسمها تقف وراء الدعوة لتظاهرات الثلاثاء ولديها مخططات بغرض التخريب والسرقة وأكثر من ذلك، ودعا لسحب المظاهر المسلحة من ساحات التظاهر. يراد منه إيقاع عدد قتلى وجرحى بأكبر عدد ممكن، يراد منه حرق مؤسسات الدولة، يراد منه سرقة المصرف المركزي. لكن هم على وهم كبير، فنحن واعين بالحفاظ على سلميتنا واستمرار اعتصامنا في الساحات. المتظاهرون في ساحة التحرير وسط بغداد ردوا على الخزعلي في بيان أكد أن حراكهم سلمي لا تخريبي، معبرين عن رفضهم لتصريحات أي مسؤول بخصوص التظاهرات. وأشار البيان إلى وجود بعض التحركات التي تحاول جر الثورة بعيداً عن مسارها السلمي إلى الصدام المسلح، مشدداً على ضرورة البقاء في ساحات التظاهر وعدم الانجرار إلى مخططات العنف.